قبل ما نختم، احنا يوم كان عندنا الشهر اللي فات يوم 7 سبتمبر الحقيقة شكوى، لما كان عندنا السيد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، والحقيقة كان في مواطن أستاذ فوزي سليمان ندى كان عنده شكوى أحيلت لنيابة وسنا يعني بشأن المعاش الخاص بيه، وإن هو ما كانش بيقبض المعاش بتاعه، وكان الحقيقة تعبان جدا رايح جاي بقى ما بين الإدارات. الحمد لله تمت حل المشكلة وأخذ المعاش الشهور المتأخرة، وكمان يعني المعاش انتظم. أنا بس هعرف التفاصيل، أنا معايا على التليفون المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية. سيادة المستشار صباح الخير. ألو، أيوة فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. احنا طبعا بنحيي سيادتك الأول طبعا على يعني الاستجابة لشكوى الأستاذ فوزي، وياريت سيادتك بس تقول لنا ايه اللي حصل فيها بالظبط، التفاصيل ايه؟ طيب، يعني هو زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي كان يوم 7 سبتمبر، واحنا متواجدين في الحلقه بتاعت برنامج حضرتك المحترم. كان في شكوى تقدمت بيها نجله المواطن، بتقول فيها ان هو خرج على المعاش وبقاله شهور مش قادر يصرف المعاش بتاعه، وكل ما يروح اداره يقولوا له الملف بتاعك ضاع، فبيروح للاداره المركزيه يقولوا له لا ترجع تاني للاداره الاولى، فبالتالي ما قدرش يصرف المعاش بتاعه. بمجرد ما انتهت الحلقه دي كانت يوم جمعه، يوم السبت صباحا تم التواصل مع المواطن عن طريق مكتبنا، وتم اخذ الشكوى بالكامل وارسلت للنيابه المختصه، لقيناها انها اختصاص النيابه الاداريه في اويسنا، فارسلت للنيابه المختصه في نفس اليوم عبر الشبكه الالكترونيه اللي موجوده عند النيابه الاداريه عشان سرعه الوقت. والنيابه فورا تواصلت مع نجله المواطن ده وخدت تفاصيل الشكوى واستمعت ليها وابتدت تتحرك على الارض بالفعل. يعني في خلال ايام قليله جدا كان الموضوع تم حسمه وتم عمل ملف كامل جديد للمواطن، لان هو مش ذنبه ان الملف ضاع، بغض النظر عن تحديد المسؤوليات عن ضياع الملف، ما حبيناش نربط ده بده. وبالفعل اتعمل له ملف كامل تأميني وابتدى يصرف المعاش بتاعه، واختر بالفعل لاجراءات الصرف. ويمكن هي حتى نجلته كانت تواصلت معانا واكدت لنا ان كل الاجراءات تمت بالفعل. فالحمد لله. وانا بس يعني برضو حابب اشكر حضراتكم، لان برنامجكم المحترم لما بناخد منه الشكاوى من هذا النوع انتم بتعملوا حلقه وصل مهمه جدا بين دور النيابه الاداريه القضائي للوصول لحق المواطنين، ودوركم كاعلام ان انتم توصلوا المواطنين بينا. طبعا الشكر لسيادتك يا فندم، واحنا يعني بنأدي واجبنا، دي مهمتنا وده واجبنا، احنا حلقه الوصل دايما ما بين المسؤول والمواطن. انا معايا على الناحيه الثانيه على التليفون مريم ابنه الاستاذ فوزي. الو مريم، أستاذة مريم معانا؟ أم مريم؟ ألو؟ طيب الخط قطع، بس احنا بس حبينا يعني نشير لهذه النقطة في نهاية حلقتنا. بشكر طبعا السيد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، شكرا جزيلا. وبشكر طيب ام مريم رجعت تاني. الو يا ام مريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك الحمد لله كويس. احنا طبعا يعني اولا بشكرك على ثقتك فينا وعلى ثقه والدك فينا، وبهنيكي على حل هذه المشكله يا ام مريم. انا بشكر المستشار محمد سمير وبشكركم، وبشكر المستشار صلاح حجازي، لانه بصراحه قابل والدي كانه والده بالظبط. تمام، راجل محترم وعامله كويس، وكلم رئيس التأمينات وقال له لو ما قبضتي ده والدي. فأنا مش عارفة أشكركم إزاي، لأن والدي مشكلته كانت بقاله 4 شهور ما قبضتش. طيب. وأنا مش عارفة أشكرك إزاي أنت والمستشار محمد صلاح بصراحة، والمستشار محمد سمير. لا يا حبيبتي، ده واجبنا طبعا، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لوالد حضرتك، وده يعني واجب، لا ما تشكريناش ولا حاجه عليه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك وكتر خيركم على اللي انتوا عملتوه، وكتر خيركم. شكرا ليكي يا ام مريم، وده دورنا، واتمنى يا رب ان احنا دايما نبقى عند حسن ظن حضراتكم. مره تانية لازم اشكر